الشاي خضار والدجاج وكل شيء. الحين راح نبدا ان شاء الله في تجهيز او تطبيق الساندويتش البانيني. طبعا الخبز اللي عملناه انا راح اخذ هذه كبير باش نقدم فيها. داش بس هي نقطع عليها الخبز. بسم الله. يا اما تقطعوا فيه اللي قطعوا القطعه كلها يعني على اثنين، وفيه اللي بس يفتحوا هيك. فبتمنى يعني بليز اعملوه. تعرفوا انا بعمل منه كميه وبحطه بالفريزر، بجمده بالمجمد، بحط هيك كل حبه لحالها في كيس، والوقت اللي نحب نعمل ساندويتشات بطلعهم بدل ما نجيبها مجمد او نجيبها من برا. انا شي يوم راح يطخوني اصحاب السوبر ماركت اكيد. طيب انا هون مشغله الماكينه الساندويتشات هيك باش تسخن شوي. راح ندهنه بكميه قليله من البيستو، يا اما اللي عملناه جهزنا خلطناه بشويه زبده، او البيستو اللي عملتوه بس هيك شغله خفيفه بدل ما نعمل مايونيز. بسم الله. والبيستو طبعا موجود يتباع بالمحلات، بس شغل البيت غير. كريم راح قطع كمان دجاج، دجاج اللي شويناه. بسم الله. شرايح رفيعه لانه طبعا نعرف هذا ساندويتش. تفضل حط في الخضار اول شيء. راح احط هون باش تتبعوا معايا هيك بتشوفوها احسن. شرايح الكوسه المشويه، والله ريحة الخضار مشوية خصوصا لما الخلطة اللي زدتها لها راح تعرفوها يوم تجربوها. ياي شو الريحة. راح احط شرايح الدجاج المشوي والمنقوع بالبيستو. وراح اضيف كمان كميه من الفلفل المشوي. أضيف له رشة فلفل أسود، شوية ملح البحر أو لافلور دو سيل، وراح نضيف خلطتنا، خلطة جبنة. إيه أنا صحيح كنت راح أنسى كمان الشغلة مهمة هون، المشروم أو الفطر كمان المشوي. خلطة الجبنة، جبنة المراعي شيدار، مع كمية قليلة من جبنة البارميزان، وشوية
اوريجانو، زحترة على الموتزاريلا هاي المعروف بالاوريجانو. ساندويتش البانيني دائما المكونات تاعو تبقى دائما طالعه من الساندويتش نفسه. وراح نشويه بسم الله. هاي ساندويتشنا جهزت ما احلاها. نشيلها. الشغلة عشان بها سخن كتير. الشاي خضار والدجاج وكل شيء. الحين راح نبدا ان شاء الله في تجهيز او تطبيق الساندويتش البانيني. طبعا الخبز اللي عملناه انا راح اخذ هذه كبير باش نقدم فيها. تنش بس هي نقطع عليها الخبز. يا اما تقطعوا فيه اللي يقطعوا القطعه كلها يعني على اثنين، وفيه اللي بس يفتحوا هيك. شوف ما احلى هالخبز. فبتمنى يعني بليز اعملوه. تعرفوا انا بعمل منه كميه وبحطه بالفريزر، بجمده بالمجمد، بحط هيك كل حبه لحالها في كيس، والوقت اللي نحب نعمل ساندويتشات بطلعهم بدل ما نجيبها مجمد او نجيبها من برا. انا شي يوم راح يطخوني اصحاب السوبر ماركت اكيد. طيب انا هون مشغله الماكينه الساندويتشات هيك باش تسخن شوي. راح ندهنه بكميه قليله من البيستو، يا اما اللي عملناه جهزنا خلطناه بشويه زبده او البيستو اللي عملتوه، بس هيك شغله خفيفه بدل ما نعمل مايونيز. والبيستو طبعا موجود يتباع بالمحلات، بس شغل البيت غير. يلا يا كريم. راح اقطع كمان دجاج، الدجاج اللي شويناه. بسم الله. شرايح رفيعه لانه طبعا نعرف هذا ساندويتش.
لا تفضل حط في الخضار اول شيء. راح احط هون باش تتبعوا معايا هيك بتشوفوها احسن. شرايح الكوسه المشويه والله ريحه الخضار مشويه خصوصا لما الخلطه اللي زدتها لها راح تعرفوها يوم تجربوها. هاي شو الريحه. راح احط شرايح الدجاج المشوي والمنقوع بالبيستو. وراح اضيف كمان كمية من الفلفل المشوي. أضيف له رشة فلفل أسود، شوية ملح البحر أو لافلوغ دو سيل، وراح نضيف خلطتنا خلطة جبنة إيه أنا صحيح كنت راح أنسى كمان شغلة مهمة هون، المشروم أو الفطر كمان مشوي. خلطة الجبنة جبنة المراعي شيدار مع كمية قليلة من جبنة البارميزان وشوية اوريغانو، زحترة على الموتزاريلا هاي المعروف بالاوريغانو. ساندويتش البانيني دايما المكونات تاعو تبقى دايما طالعة من الساندويتش نفسه. وراح نشويه بسم الله. هاي ساندويتشنا جهزت ما احلاها. شيلها الشغلة عشان بها سخن كتير.